اهلا وسهلا بنغم طنوس، شو اشتقنا لك؟ اهلا وسهلا فيك، طولتي هالمره. مزبوط مزبوط. وين هالغيبه؟ بهالكلينيك وبالدايت سنتر. بسم الله عم نتابع نجاحاتك والسياره تعيت النيوتري وكله عم نتابع. مزبوط، صار عنا السيارات المبرده، ان شاء الله نوصل على كل المناطق. تستاهل لك الخير وان شاء الله بتصيري اكبر واكبر. ثانك يو. ان كان بالمضمون، ان كان بالشكل، ان كان بكل شيء جديد، بتحب تطوري حالك نغم، وبفتخر انه عن جد انت هالقد بتشتغلي على حالك. كتر خير الله. ميرسي. اليوم بدنا نحكي عن فوائد الجزر، لطالما انتشرت مقاله خلال هاليومين بتحكي عن فوائد. دائما في عنا هيك كل كم فتره بركزوا على شيء معين. صحيح. هالفتره مركزين على الجزر وفوائد الجزر، وفجاه لما بتعملي جوجل جزر انه بيطلع لك في شوربه الجزر، عصير الجزر للحامل. صح. لغير الحامل، علما مثلا انه انا من الاشخاص لما عملت فحص الدي ان اي طلع انه الجزر مثلا بنصحني. نعم. كيف هيك؟ هو اول شيء الفحص الدي ان اي بقول لك شو الاكل ما بناسب جسمك صحيا، وبالذات الوقت الاكلات اللي ما بتحرقيهم بشكل منيح. هلا تنعرف هنا انه الجزر هو كثير مفيد، بيحتوي على الفيتامين سي، لونه اورانج لانه، وفيه البيتا كاروتين اللي هو الفيتامين اي او الفيتامين ا، كثير مفيد لوظيفه خلايا الجسم، مفيد كثير للفيرتيليتي او للانجاب، كثير ببعد عنا الامراض وبقوي المناعه، فلازم نتناول الجزر. ولكن انا شخصيا بفضل ما ناخده بشكل عصير، ناخده بشكل سناك، يعني جزرتين ثلاثة محل حصة الفواكه. بيحتوي الجزرة على 25 كالوريز، فأنت بدل ما تاخده مثلا تفاحة، موزة، نجاسة، 2 كيوي، بتقدر تاخده 3 حبات من الجزر كبديل عن الفواكه. حتى لو كان جسمي مثلا ما بيهضمها في أخذها؟ فيك تقطع ساعتها بالمناسبات، لأنه أنت قدرت تعرفي من خلال تست جيني أنه جسمك ما بناسبه هيدا الأكلة. ولكن 3 أرباع العالم ما بيعملوا هول التستات، بحبوا يأكلوا من كل شيء بكميات معتدلة. بيقدروا يدخلوا الجزر كسناك بين الوجبات، حتى مريض السكر بيقدر ياخذ الجزر، ولكن مش العصير، الجزر بشكل فروت، يعني بيقرقش الجزر، لانه كثير مفيد للشرايين، ببعد عنه الامراض، امراض القلب والشرايين، وحتى ببعد الامراض السرطانيه بفضل احتوائه على البيتا كاروتين، هيدي الماده ضد التاكسد. فكل الناس بيقدروا يتناولوا الجزر باعتدال ويحسبوا الكالوريز تبعهم، بنكون عم نستفيد وما عم ننصح بذات الوقت. واللافت انه عم يستعملوا بالديتوكس كثير، يعني بيستعملوه، بيعملوا منه العصير، بيعملوا منه الشوربه، وبيعتمدوها كوجبه اساسيه على الغداء لما مزبوط. بيستعملوا الجزر. مزبوط. فقديش الجزر ممكن يساعد بخساره الوزن؟ هو بنظف الجسم من السموم، دونك بيعمل ديتوكس للجسم، بس ننظف جسمنا من السموم، هذا الشيء بحفز انه تزيد عنا الميتابوليزم، مشان هيك بيساعدنا انه نضعف بطريقه غير مباشره، لانه بنظف السموم وبيعلي نسبه الحرق. ولكن كمان نحسب الكالوريز لينا، لأن إذا عم ناكل كتير جزر هو فيه سكر بالنتيجة، فيه سكر مثل الفواكه، هو خضرة نشوية منه خضار، هو أكتر فواكه. فإذا عم ناكل جزر كوقعة رئيسية كشوربة أو كعصير وما عم نتناول إشياء تانية فيها وحدات حرارية منضعف. ولكن إذا عم ناكل عادة ترويقة غدا عشا وطبخ ورز وبطاطا ومعكروني وعم نشرب عصير جزر، معقول ننصح بهذا الكيس، لأنه عم نضيف وحدات حرارية على نظامنا الغذائي. بس معي نقطة هون، ليش عصير الجزر بنصح بالوقت اللي هو بنقول انه يعني بينظف من سموم الجسم وممكن يساعد للتضعيف اذا كان عم بيتاخذ من خلال نظام غذائي معين؟ صحيح. لما بيكون كوندنسد او مركز بنصح؟ هذا هو الجواب. اذا نحن بدنا نعصر جزر يمكن تعوزي 10 جزرات تتعملي كبيه عصير كبيره، بينما اذا اكلتيهم ما رح تقدري تاكلي 10 جزرات، لانه ايفنتشلي رح تشبعي. يعني اذا هي 25 كالوري الجزره، عصرتي 10 جزرات، فعم تاخذي 250 كالوري بالكبايه. افضل تتناوليهم بين الوجبات، بشبعوكي اكثر، بيعبوا لك بطنك بالالياف الموجوده بقلبهم، افضل ما تاخذي بس الجوس اللي هو بيور سكر، فيه فيتامينز اكيد، بس الالياف. بس نعصر الجزر لينا مفزه، بتنتبهي بالقشره السميكه بتظهر منه، ما هي بتفصل بالمعصاره القشره عن الجوس، فهيدي القشره هي اللي بتفيد، الفايبرز الالياف اللي بتفيد بقلب الجزر، فأفضل ناخدها كاملة ولا نعصرها. أنا هيدا رأيي. في شيء بيشبه الجزر؟ الشمندر من الخضرة النشوية كمان فيه مواد ضد التأكسد، لأنه لونه أحمر بنفسجي، كتير مفيد لأبعاد الأمراض السرطانية ولأمراض القلب والشرايين مثله مثل الجزر، وبذات الوقت فيه سكر، بتعرفي بنستخرج سكر من الشمندر السكري، فبنقدر نتناول الجزر والشمندر باعتدال كسلطة أو كمحل فروت ونحسبه بنظامنا الغذائي. قديش يعني فقط حبة واحدة؟ حبة شمندر كبيرة أو حبتين صغار أو 3 جزرات أو حصة فواكه.
واللي بيعتمدوه بشكل يومي لشمندر، لانه في له ايام شمندر. مزبوط، بشكل يومي بنقدر نحسبه من نظامنا الغذائي، بنخفف من البطاطا ومن الرز على الواقعه الرئيسيه، او بنشيله من الفواكه، هيك بنكون عم ندخله ونستفيد منه من دون ما يكون عم بيؤدي لزياده بالكالوريز. فإذا عندنا الشمندر والجزر بيشبهوا بعض. من الخضره النشويه اللي بتحتوي على مواد ضد اكسود، على فيتامينات ومعادن وكثير مفيد. بعد في شيء غيرهم؟ في عندنا اذا بدك الذره، بس الذره اكثر صار هي هي كمان نشا اكثر من خضره نشويه، فبينما لا اذا بدنا نحسب خضره نشويه فينا نحكي اكثر شيء عن الجزر والشمندر. الذره كيف فينا ناكله؟ الذره كل نص كوب قد ابعد خبز وسط، يعني بيحتوي على 80 ل 100 وحده. يعني الاحسن ناخذ العرنوس ولا ناخذ الكوب؟ اذا كان طازه افضل، يعني بناخذ العرنوس وبنسلقه من دون ما نزيد ملح عليه، بنزيد كمون اذا بدنا نغير له طعمه. بناخذ ال 15 سنتيمتر عرنوس محل حصه فواكه، كمان لانه الذره بيحتوي على نشويات، ففينا نعتبرهم اكثر مثل الخبز والرز والبطاطا. يعني هدول اللي بيشبهوا بعض تقريبا، اللي فيهم النشويات. صحيح. لازم ننتبه كيف، يعني هن بيفيدوا بس بنفس الوقت لازم ننتبه كيف لازم ناكلهم، لان بصير العكس. صحيح، ممكن يعلوا السكري، ممكن يزيدوا تريجليسيريد، ممكن يؤدوا للوزن الزايد اذا كان في افراط بتناولهم وما حسبناهم ضمن النظام الغذائي، ولكن اذا ضبطنا الكالوريز بيكونوا رائعين وكثير مفيدين. انا مع التنويع، لان لازم ناكل من كل شيء، خضره، فواكه، نشويات، بروتينات، زيوت مفيده، تا عن جد نضعف ونحافظ على صحتنا وجمالنا ونضارة بشرتنا. مثلا الجزر كثير مفيد للبشرة لانه البيتا كاروتين او الفيتامين ا كثير مفيد للبو، دونك نحن بنعرف انه في كريمات اباز دو فيتامين ا، في حتى حبوب مرات الديرماتو او حكيم الجلد بيوصف لنا فيتامينات او دواء في بقلبه فيتامين ا، فالفيتامين ا عن جد هو كثير مفيد. ولكن للمراه اللي بدها تحبل ما بيصير تكون عم تاخذ سبلمنت فيتامين ا حبوب، فيها بالاكل تاخذ فيتامين اي مثل بالجزر، مثل بالحشائش الخضراء، مثل بالبطيخ، كلهم هول بيحتوي فيتامين اي، ولكن ككبسول كحبوب طبيب الجلد بنبه بيقول اذا في حبل قريب ما بيسوى ناخذ فيتامين ا بالكبسول، لانه بيكون كثير دوز عاليه وممكن يؤدي لتشوهات عند الجنين، لانه اول ثلاث شهور بنعرف انه البيبي بيكون عم يتكون. فالفيتامين اي كثير مفيد بالاكل، بالسبلمنت كثير مفيد، بس بعيد عن فتره الحمل. بدي استغل بعد شي دقايق لطالما عم نحكي عن الاشياء الان بالفواكه، عندنا الكستنة هلا هالايام. نعم. قديش مسموح ناكل منها؟ الكستنة هي نشويات لينا مثلها مثل البطاطا، يعني كل ثلاث حبات كستنة هي سناك. إذا نحن حابين نشيل الفواكه ونستبدلها بكستنة، فينا ناخذ ثلاث حبات كستنة نية أو مشوية بدل سناك. فقط لغير؟ فقط لغير. 28 كالوريز حبة الكستنة. واو. تخيل يعني كل خمسة قد أبعد خبز وسط، شوفان أو نخالة أو قمحة كاملة. واو. فمرات نقعد ناكل 20 حبة. البطاطا المشوية يعني كمان بس حبة؟ كمان راس صغير. من العيار الصغير. 100% راس صغير 80 جرام مسلوق أو مشوي كمان بوازي أبعد خبز. فهو من فئة النشويات طبعا البطاطا. يعني كمان اللي بيرتكزوا على انه ياخذوا البطاطا الحلوة مشوية بالفرن، في منهم بياخذوا حبتين بحطوها غدا. حبتين صغار سافا، بده يكون معها بروتين تتشبعني، بده يكون معها دجاج، بده يكون معها سمك، بده يكون معها لحمة مشوية، بقر، هبرة، فيلي فوفيلي، تنقدر نشبع، تيكون نظامنا كامل متكامل، فيه نشويات، فيه بروتينات، وما ننسى نبلش بصحن السلطة بالأول، لأنه دائما لازم نبتدي بالسلطة بالألوان المنوعة مع خل التفاح، الخردل، الحامض، نتفة زيت الزيتون أو شرحة الأفوكا، وننتقل على راس بطاطا حلوة أو راسين صغار أو بطاطا مشوية العادية مع حدا شيء من فئة البروتينات، بنكون عم نتغدى وعم نشبع وعم ناخد نظام غذائي متكامل على الغداء. شكرا نغم لوقتك ولحضورك السريع. ثانك يو دايما بتلبينا. شكرا لحضورك. مشاهدينا متابعة بعد الفاصل.